بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هوريكم ازاي تعملوا الصورة بتاعتكم كرتون. ندخل على موقع الديزاين، هنعمل تسجيل الدخول، الموقع فتح معانا. image to image، صورة لصورة، هنعمل ابلود للصورة. نضغط على الصورة دي كده ونعمل ابلود للصورة الشخصية. نجرب الصورة دي الاول، ابلودنج، وبعد كده بيرفعها. تقدر تعمل ابلود من هنا كمان. الصورة كده اترفعت معانا. ستايل انتنستي، هنا كل ما بتزود كل ما الخيال بيبقى واسع، بيعمل كرتون اكتر، تفاصيل اكتر، تفاصيل متبقاش واضحة. نون يعني كده مفيش خيال، حاول ياخد نفس الشكل بالظبط. طيب الاستراكشر، هنا كل ما بتزودها كل ما بيجيب نفس التفاصيل، سواء الخلفية، الحيطة، والكنبة الصغيرة اللي ورا، والأرضية. خلينا نجرب كده مع بعض، نعمل جنريت. كده بيعمل صور، 4 صور، هو كده 75%. هنا التفاصيل واضحة جدا. الصور معقولة، بس المشكلة كلها في الصوابع ومسكة الإيد. ممكن ندخل على نيجاتيف برومبت ونكتب شوية أكواد اللي هو الباد هاندز وكذا حاجة. بس خلينا نجرب صورة تانية، نشيل دي خالص، قلت برضه أجربها عشان أوريها لكم. نرفع صورة تانية، هنزود انتنستي ونظبط الاستراكشر ماتش. نعمل جنريت، كده بكاريت الصور. فوق جنريت على طول في ادفانسد. ادفانسد ده لو ضغطت عليها بيديك النيجاتيف برومبت، الحاجات اللي انت مش عاوزها تبقى موجودة في الصورة، سواء بقى الصورة تبقى دبل كيت كذا شخصية، او الريزوليوشن يبقى واطي قليل، او الحاجة مش واضحة. صوابع خاصة في الذكاء الصناعي دايما مشكلة الصوابع متبقاش كاملة، عشان كده جربنا دي الصورة دي، عشان جربتها قبل كده وقلت برضه أوريكم الحتة دي. دلوقتي رفعنا الصورة الجديدة وعملنا كرييت، ادانا شوية تصميمات يعني مقبولة ماشي، بس خلينا نشوف حاجة أفضل. خلينا نزود نقطة الستايل بحيث ان هو يدينا شخصية كرتونية شوية. يعني النتيجة هنا مقبولة شوية، أفضل بكتير، بس خلينا برضو نظبطها أكتر. قلنا جنريت، خلينا الانتنسيتي في النص، وكذلك الستراكشر ماتش. هو لسه بيعمل في آخر طلب عملناه أو طلبنا منه.
دي النتيجة الأخيرة، هي كده معقولة جدا. الصورة دي لحد ما كويسة. طيب خلينا نعملها داونلود. هي كصورة أنيميشن، هي أو صورة كرتونية، هي معقولة، بس طبعا أكيد التفاصيل بتاع ملامح الوجه دي مش واضحة. فهندخل على موقع ريميكر وفيس سواب، أبلود إيميج اللي هي الصورة الكرتونية اللي احنا عملناها، والسكند إيميج اللي هي الصورة الشخصية. نعمل سواب، فيس سواب، نقل ملامح الوجه. الاوريجينال اللي هي الكرتون، التارجت اللي هو الصورة الشخصية. نيجي نشوف كده، فعلا نقل كل الملامح وتفاصيل الوجه في الشخصية الكرتونية. انتهى الدرس ان شاء الله، اشرح لكم حاجة جديدة. لو في اي حاجة حابين تعرفوها اكتبولي في التعليقات. مع السلامة.